جد جد او لعب جد 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 او لعب جد 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 او لعب جد 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 او لعب جد 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 او لعب جد 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 او لعب جد 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 او لعب جد 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 او لعب جاهزين يلا يا شباب هذا سؤال وعطني جواب خليك خليك قد التحدي وجاوب واربح وطوف وعدي جاهزين يلا يا شباب هذا سؤال وعطني جواب خليك خليك قد التحدي جاوب واربح طوف وعدي فايز ولا خسران ما عاد تبقى ربحان وما طلعك بس زعلان يعدها لكم سعد كنعان يجيب جوائز من كل مكان تدري تدري اكيد تدري تلعب معاكم شر الخضري جد 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 وبس والله مساكم الله بالخير مشاهدينا وحياكم الله في حلقة جديدة من جد ولعب اللي تعودتوا يطلع عليكم جميع أيام رمضان مبارك وإن شاء الله في أيام عيد الفطر السعيد على قناة العدالة الATV اليوم حلقتنا مميزة لأن احنا متواجدين في سيتي سنتر السالمية اللي تكرموا واستضافونا لحلقتنا لليوم خلنا نطلع نشوف الأسئلة اللي راح نسألها راح تكون صعبة على المشاركين ولا سهلة على هاشتاج جد أندرسكور ولعب شاركوا معنا أول بأول خلال فترة عرض الحلقة يلا أول أسئلتنا عن عالم الحيوان أسئلتي المفضلة هو سؤال أنا سألته العام وبشوف الناس تابعت الفصل اللي طاف ولا لا هذا السؤال يقول ما الحيوان الذي لا يحترق جلده بالماء خلنا نطلع نشوف أول المشاركين ومنه ممكن يعرف إجابة هذا السؤال أصلي أصلي السلام عليكم عليكم السلام نعاد عليك إن شاء الله كل عام وأنت طيبة وأنت طيبة حبيبتي يلا نشارك عندي لك سؤال يقول صلوات بر محمد وآل محمد يبا احنا ناس ساكنين بالجهرس عرفنا بوكو بوكو ما هو الحيوان شوف هذا السؤال سألت العام الحين بختبرك تابعتينا ولا السؤال يقول شنو الحيوان عزك الله اللي يلده ما يحترق بالنار الضب لا بحال قربتي بس لا شكرا قول لا شكرا شكرا موضي يوم سلم قلب البنات اسم الله بخدا اصلا تدق النشار من حيوان نخيناك نخيناك بسألك سؤال شارك يا ان شاء الله شنو الحيوان عزك الله شنو الحيوان عزك الله اللي جلده ما يحترق بالنار جلده يحترق بالنار انا عايز اجابه والا هيبقى يوم منيل على دماغنا بقى كلنا انت ليش واقف ورايا انا اقصد نوب تعال يمي يا ابن الحلال هو غلاسه كده الحيوان اللي هو ما تحركش جلده ممكن الحصان لا حصان اول حاجه يتحرق في جلده شكرا يعطيك العافيه بفوت كويس قاعد كويس امشي من قدام السعاده من وين لبنانيه يا اهلا وسهلا بيك اهلا فيك ميرسي من الجنوب حي الله اهل الجنوب حبيبي ميرسي كل جزو يا قلبي إن كيدهن عظيم طيب بدي أسألك سؤال بتشاركي معي؟ أوكي حلو كتير السؤال شو بدي أقول؟ بدي أقول أنه شو هو الحيوان الله يكرم السامع اللي جلده ما بيحترق بالنار السمندل؟ يا علي جاءة صحيحة الليبانيز الليبانيز يعرفون ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله أول هدايانا لك من فن الابتكار للأقمشة الرجالية دشدش معانا فرعهم الوحيد موجود في البلوكات رقمهم 22472272 عليك بالعافية بعد تو الناس عندنا لك عيادي وقرقيعان من العيار الثقيل عندنا من شاليهات أبو شهد للإيجار يقدمون لك هذه الليلة في ويكند رقمهم 992333322 اخذ صاحباتك أو اخذي الأهل معك ونصفين من هيربل سبا غني عن التعريف اكيد كلنا نعرف هيربل سبا اكيد تروحين اقرب فرع تقدمي لهم الكوبون وعليك بالعافيه حيث الراحه والاسترخاء التواصل معهم عبر السوشيال ميديا هيربل سبا في جميع مواقع التواصل الاجتماعي كلك كم يا قلبي هلا عنا من اطياب المرشود الغني عن التعريف مرسي. كذلك هذا العطر مقدم من اطياب المرشود عبر السوشيال ميديا اطياب حرف تي المرشود او يو
ومنتشر في جميع أنحاء الكويت كذلك. عليكم بالعافية. عندنا كذلك من طاسة إكسبرس، هذا المطعم المميز اللي موجود في أسواق الجرين، تدشين الويب سايت وتحطين الكود وعليكم بالعافية. مرسي. الوجبات رقمهم 220936. عليكم بالعافية. AIA للمجوهرات والأحجار الكريمة، يقدموا لك حجر الميزانات، أنا لابسة منهم هذا الخاتم وهذا عقد اليوم. مرسي. هذا حجر الميزانات أخو الألماس بالضبط، عملي قلب عملي خاتم شو ما بدي. مرسي. تمام. مكانهم في جبلة جاليري في المباركية، عليكم بالعافية. عندنا كذلك من شركة مصور تهاني ستيديو، يقدموا لك هذا الكوبون بمبلغ 50 دينار لجلسات تصوير، رقمهم 9425694. عليك بالعافية. عسل 3 بيز للعسل الطبيعي بالخواص المناعية والعلاجية، قدموا لك هذا العسل الطبيعي ثاني أفضل عسل في العالم، رقمهم 9156. عليك بالعافية. عفوا. عندنا من تولان بيوتي صالون، يقدمون لك هذا الكومون بقيمة 20 دينار، مكانهم في صباح سالم قطعة 3، رقمهم 3640107. ثانك يو. عليك بالعافية. نظارات بلازا أو بلازا أوبتكس، يقدمون لك هذه العدسات، مكانهم في الفروانية الأفنيوز والكوت، رقمهم 9623943. عليك بالعافية. مسابيح المليفي، مسابيح بعدنان للكشخة عنوان، يقدمون لك هذه السبحة، رقمهم 9962906. عليك بالعافية. عطور ميلر الغنية عن التعريف، يقدمون لك أكيد هذا العطر، رقمهم 65976. عليك بالعافية. أما من بريميوم أوتو لتأجير السيارات، يقدمون لك تأجير سيارة، رقمهم 9521134، مكانهم بالعرضية الحرفية قطعة 2. عليك بالعافية. شكرا. باتول فاشن سنتر للبشوش والعبي النسائية، يقدمون لك هذه القطعة مميزة، رقمهم 66110207. شكرا. عليك بالعافية. طيف الإمارات، مكانهم الوحيد موجود في ذا جيت مول في العقيلة، يقدمون لك هذه العطور العربية المميزة من أجود أنواع العطور. مرسي. وعليك بألف ألف ألف عافية. إذن الحيوان عزيز الله اللي جلده ما بيحترق الناشور السمندر. السمندر. شكرا. ثانك يو. كل عام وانتم بخير. مرسي يا قلبي. ثانك يو. باي باي. تسلمي. شكرا. وكانت هذه مشاركتنا وسؤالنا الأول، خلنا نطلع نشوف السؤال الثاني شنو بيكون ومنو بيجاوب عليه. السؤال الثاني نوعا ما نقدر نقول عن الشخصيات والتاريخ، الشخصيات التاريخية. نسأل عن الشنفري أو الشنفرة، خلينا نشوف السؤال هنا. السلام عليكم. مساك الله بالخير. هلا. الله يسلمك. كل عام وانت طيبه. هلو. هاي. هاي. شلونك؟ منيحه. ان شاء الله عطول منيحه. انت من وين؟ من الاردن. يا اهلا وسهلا باهل الاردن النشام الحلوين. كم عمرك؟ سبعة. سبعة ولا ستة؟ سبعة ونص. سبعة ونص بعد زادتهم كريمه. سبعة ونص. شو اسمها؟ شو اسمك؟ ياسمين. ياسمين. يا حلاتي الياسمين. إلى من ينتمي الشنفرة أو الشنفري؟ هو شخصية تاريخية ينتمي إلى ناس معينين كان يطلق عليهم اسم، شنو هذا الاسم؟ الشنفرة؟ والله أول مرة بسمع بهالمسمى. والله أول مرة؟ أول مرة. في سؤال ثاني غيره؟ ما في سؤال ثاني. شكرا يا يعطيك العافية. يا أم العواجز يقعد لها في عينها وعافتها يا رب. السلام عليكم. يعطيك العافية. الله كاظمة. تشجع كاظمة ولا تنتمي إلى كاظمة ولا تشتغل بكاظمة ولا؟ لا والله يعني أنتمي شوي. تنتمي شوي. تشجع كاظمة يعني. إن شاء الله. حلو. وانتي وليش ما تقول أنت قاعد بحضني تحاكيني؟ والله. إيه عزيز وغالي ترى. عندي لك سؤال تشارك معك؟ تفضلي. زاد فضلك. أنت من وين؟ أنا من مصر. يا أهلا وسهلا بأهل مصر. الله يسلمك. إن شاء الله تعرف إلى أي جماعة ينتمي الشنفرة؟ إلى أي جماعة ينتمي؟ الشنفرة. اسم الشنفرة إلى أي جماعة ينتمي؟ هو بأي عصر يعني؟ مش عارف. أعرف ما أعرفش. لا ما هو الشنفرة إحنا عندنا أي عصر، أموي، عباسي، مش عارفة. أنا مش عارفة. أندلسية. مش هقدر أفيدك. شنفري؟ يلا الشنفري. الشنفري؟
لا ما لو حددت العصر ممكن اقرب شوي لكن مش عارف احدد كل اللي مش عارفه. شكرا. احنا عندنا شعارات كثير، ما احنا لو بدانا بالعصور عندنا عصر الاموي العباسي، عندنا هو ينتمي الى جماعه اسم الجماعه دي ايه؟ الجماعه الشنفرجيه بعتقد. لا شكرا ما شكرا يعطيك العافيه. هو زويك واقف بعد يلا شارك معي باذن الله. باذن الله. سؤال يقول الشاعر الشنفري شخصية تاريخية معروفة ينتمي إلى جماعة، شو اسم هذه الجماعة؟ زين ما في اختيارات. مساك الله بالخير يا هلا فراك يا اخوي. والله الاسم مو غريب علي يعني اخر مر علينا. قصص ما قصص قصص مر علينا. اذا ما خاب ظني انتم من جماعة الناس ما تقولين مرتزقة او الصعاليك شيء. لا قرب اي واحدة فيهم. انت شو تقول الاولى ولا الثانيه؟ ثانيه. انت شو تقول الاولى ولا الثانيه؟ ما ارد كلمته ثانيه. ثانيه اللي هما الصعاليك. الصعاليك صح، اجابه صحيحه. معانا يا سعد ابو سعد. أيه. حياك الله يا ابو سعد. انت يا سعد وباباس ابو سعد ربحتوا من فن الابتكار الاقمشه الرجاليه دشدش معانا، فرعهم الوحيد موجود في البلوكات رقمهم 22472272. تفضل. عندنا كذلك من طاسه اكسبرس مطعم مميز جدا موجود في اسواق القرين يقدمون لك هذا الكود للمشتريات، دش الويب سايت تحط الكود وعليك بالعافيه. الوجبات رقمهم 220986 عليك بالعافيه. نظارات بلازا او بلازا اوبتكس يقدمون لك هذه العدسات مكانهم بالافنيوز والكوت والفروانيه رقمهم 962-3943 عليك بالعافيه. عندنا هذا كوبون مقدم من هيربل سبا، كلنا نعرف هيربل سبا. تروح اقرب فرع تقدم لهم كوبون وعليك بالف عافيه. حياك الراحه والاسترخاء. نتواصل معاهم عبر السوشيال ميديا في جميع مواقع التواصل الاجتماعي هيربل بحفل بي سبا عليكم بالعافيه. سعد ما يبي يساعد بابا؟ هذه حقك يعني؟ اي حقك. حقه صح؟ اي حقك. فيك النوم؟ لا؟ زين، اوكي. صح صح. عندي هدايا وايد، اوكي؟ اوكي. يا عمرك، رايق، الله يرزق لي جوك. من ابتسامة كلينك يعطونك هذا الكوبون بقيمة 100 دينار عندهم فرعين، السالمية رقمهم 72000، صباح السالم رقمهم 9000-5642 تفضل عليك بالعافية. عندنا من مسابيح أبو عدنان للكشخة عنوان مسابيح البليفي الغنية عن التعريف قدموا لك هذه السبحة رقمهم 99-9-6-9-6 عليك بالعافية. كذلك من شركة ديفند لتنميع ووقاية السيارات قدموا لك هذا الكوبون بقيمة 50 دينار مكانهم بالري خلف مجمع الأبنيز رقمهم 4684-54 عليك بالعافية. أما من مجوهرات AIA كوليكشن للمجوهرات والأحجار الكريمة يقدموا لك حجر الميزانات عادي يتفصل خاتم يتفصل قلب سوار، طبعا هو أخو الألماس بالضبط، مكانهم في جبلة جاليري في المباركية عليك بالعافية. أنا لابسة منهم هالخاتم وهذا. من شركة مصور تهاني ستوديو يقدموا لك هذا الكوبون بقيمة 50 دينار لجلسات تصوير رقمهم 942-562-94 عليك بالعافية. كذلك عندنا من مطعم ومقهى لمار دعوة مجانية عنوانهم في جبلة شارع فهد السالم رقمهم 43-1-3-4-7 أو 6-3-5-1-6-5-6 عليك بالعافية. ما تبي تساعد بابا؟ هذه هي ساعد بابا. ساعد شوية ساعد يا بطل. وانت جاوبت ويا صح عفية شاطر هالطول عمر سعد. عسل 3 بيز يعطونك هذا العسل، هذا حلو حق ريوق العيد صح؟ صح. انزين رقمهم 9156. انا الا صح صحك اليوم بسوي لك حصه العاب هني. من بتول فاشن سنتر ليل بشورت والعبي النسائيه يقدمون لك هذه القطعه المميزه رقمهم 6611027 عليك بالعافيه. هذه هدايا انا لكم وكل عام وانتم طيبين. وانتم طيبين ان شاء الله. عاد عليكم ان شاء الله. سعد شكرا. راح تتابعنا ولا لا؟ ان شاء الله. وين تتابعنا على اي قناه؟ اي تي في. قول العداله. اي تي في. قول اي تي في. شو اسم البرنامج تعرفه؟ شنو؟ جدو لعب. جدو لعب. جدو لعب. شاطر سعد شكرا يعطيكم العافيه.
يلا يا جماعة نطلع مع السؤال الثالث ونشوف المشاركين منو وشنو بيجاوبون، جواب صح جواب غلط، ومنو راح ياخذ الجوائز وقرقع عنا اليوم. يلا نطلع. جد 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 ولعب جد 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 ولعب جد 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 ولعب وقرقيعان وقرقيعان بيتك صير ورموضة عادت عليكم صيام كل سنة وكل عام قرقيعان وقرقيعان بيتك صير ورموضة عادت عليكم صيام. الأسئلة جميلة وحلوة اليوم، سؤالنا بعد جميل وحلو للأمانة، المعلومة وايد أنا حبيتها اللي هي العضو اللي فيه أقل عدد من العظام. خلنا نطلع نشوف المشاركين، دامنا احنا في سيتي سنتر السالمية، وسيتي سنتر السالمية مميز في جمهوره اكيد، وانا استمتع لما اصور فيه الحلقات. اخ منك انت اخ. السلام عليكم. قام قام انحاش انحاش، اعطيني اجابه جاوب اول مره. عساك عندك الله يقويك وانت طيبه. عندي لك سؤال يقول ما هو العضو في جسم الإنسان اللي فيه أقل عدد من العظام؟ مرة ثانية؟ عضو جسم الإنسان؟ عضو جسم الإنسان؟ ايه؟ أقل عدد من العظام موجود بهالعضو؟ جالس هذا شيء مني؟ ريلنا وراسنا وظهرنا يعني؟ ريل؟ عطني بالريل؟ لا شكراً يعطيك العافية. شثوري هاجي؟ ها؟ ضربوني شكله ما تبي؟ تشب تشب تشب. السلام عليكم. عساك على القوة حبيبتي، كل عام وانتي طيبة وانتي صحة وسلامة. عندي لك سؤال يقول هلا أو شيء سألناك عاد شافي صح؟ اي سؤال يقول ما هو العضو في جسم الإنسان اللي فيه أقل عدد من العظام؟ الأذن. صح. بس قوليها بصوت عالي شوي. الأذن. الأذن عشان أذني تسمع حبيبتي. جابتك صحيحة. لا يا شيخة الملعب لا يا قايد الغزلان. الابتكار ربحتي معانا للأقمشة الرجالية، ربحتي معانا هذه القطعة المميزة رقمهم 22472272، فرعهم الوحيد موجود في البلوكات. عندنا هذا الكوبون مقدم من شاليهات بوشهر للإيجار، يقدمون لك هذه الليلة، رقمهم 992333322، عليك بالعافية. عندنا من أطياب المرشود غني عن التعريف كلنا نعرفه، يقدمون لك هذا العطر على السوشيال ميديا أطياب حرف تي المرشود أويو، عليك بالعافية. عندنا هذا الكوبون مقدم من دايت أب لمأكولات الدايت والرجيم، رقمهم 5591526، هذا الكوبون خرج للمرشود عشان يضيع. عندنا من مسابيح بعدنا للكشخة عنوان مسابيح المليفي، يقدمون لك هذه السبحة المميزة، رقمهم 9962906، عليك بالعافية. أما من دكتورة مربة الحناوي تقدم لك هذه الجلسة المجانية، مكان السالمية مركز الاتحاد الطبي، رقمهم 606-2232 أو 515-2754، عليك بالعافية. عسل 3Bs للعسل الطبيعي ذو الخواص المناعية والعلاجية، قدموا لك هذا العسل، رقمهم 9156، والعسل للعسل حبيبتي. وعندنا هذا الكوبون بقيمة 50 دينار من شركة دفن تجميع وقاية السيارات، مكانهم في الري خلف مجمع الأفنيوز، رقمهم 466-8454، أجب العافية. هذا الكوبون مقدم من شركة مصور تهاني ستيديو بقيمة 50 دينار لجلسات التصوير، رقمهم 942-562-94، أجب العافية. بتول فاشن سنتر للبشوت والعبية النسائية، يقدمون لك هذه القطعة المميزة، رقمهم 661-10207، عيش بالعافية. أما من طاسة إكسبرس يقدمون لك هذا كود المشتريات، دشين الويب سايت وتحطين الكود وعليك بالعافية. الوجبات رقمهم 220-9836، مكانهم في أسواق القرين. وعندنا من طيف الإمارات في العطور العربية المميزة اللي وايد عليها مدح ما شاء الله، موجودين فرعهم الوحيد بس في ذا جيت مول في العقيلة، يقدمون لك هذا العطر المميز، طيف بحرف التي الإمارات، عليك بألف ألف ألف عافية. حياتي عافية، كل عام وانت بخير. وانت صحة وسلامة. أقل عضو من أعضاء جسم الإنسان يحتوي على العظام هو الإذن. الإذن. شكرا يعطيك العافية حبيبتي. بعد عمري ما قصرت، بس ساعات أنا أحس إذني فيها أكثر عظام، يعني إذني وايد عودة. المهم وصلنا حق نهاية هذه الحلقة، نختم يا وليد، نختم يا سعد. يلا
حلقتنا اليوم كانت مميزة، قرقعنا حلو بهدايانا وجوائزنا اللي فازوا فيها مشاركينا اليوم في سيتي سنتر السالمية على هاشتاج جد اندرسكور ولعب. حابة أسمع آراءكم ومشاركاتكم وتعليقاتكم على المقاطع اللي قاعدين ننشرها في جميع وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة في العدالة الاي تي في. وبس والله جاهزين يلا يا شباب، هذا سؤال وعطني جواب، خلك قد التحدي، جاوب واربح طوف وعدي. فايز ولا خسران ما عاد تبقى ربحان، وما طلعك بس زعلان. يعدها لكم سعد كنعان، يجيب جوائز من كل مكان، تدري اكيد تدري، تلعب معاكم شر الخضري. جد 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 جد.